بنبدأ مع حضراتكم فقرة الصحافة، وهيكون معانا فيها الأستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري. صباح الخير. صباح يا شيخ. أخبارك إيه؟ الحمد لله. زعتوب العناوين من المصري اليوم، صفحة 1: مفاجآت فتنة التمويل تتوالى والنيران تصيب العسكري. المصري اليوم الصفحة الأولى: مواجهة جديدة بين الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية. من الشروق صفحة 1: الإخوان تفاضل بين منصور حسن والعوة للرئاسة. المصري اليوم الصفحة الأولى: الحكومة تنتهي من قانون لتجريم تعطيل مرافق الدولة وتنظيم حق التظاهر. من الأهرام صفحة 3: تفجير خط الغاز بسيناء للمرة 13. المصري اليوم الصفحة الثالثة: الحمى القلاعية تقتل حيوانات الدلتا والصعيد. المصري اليوم صفحة 3: مسؤول الإضاءة في استاد بورسعيد للنيابة عميد أمن مركزي أمرني بإطفاء النور. المصري اليوم الصفحة الأولى: رئيس مجمع اللغة العربية يبرئ الإعلامي من سب مشير لغويا. نبدأ على طول من فتنة التمويل. و طيب مين بقى هنعمل ايه يعني؟ يعني هي قضية التمويل الحقيقة هي قضية الساعة، وخلينا نقول انها غطت على حاجات كتير، يعني يمكن لا يوازيها في الاهميه الاعلاميه سوى انف النائب انور البلكيمي بتاع حزب النور السلفي وكل الجدل اللي اثارته. يمكن الاهم في الوقت الحالي بالنسبه لنا جميعا هو فكره الدستور، وده محل نقاش، ولكن موضوع التمويل الحقيقه ده ليه هو مهم، او ليه هو عليه فوكس كبير جدا، علشان ردود الفعل اللي بدات من البدايه خالص في الموضوع، ان احنا امام وضع بيتحدث عن منظمات بتعمل بدون ترخيص، واحنا قلنا هنا اكتر من مره طب يا جماعه المنظمات دي شغاله بقالها كام سنه، فجاه كده اكتشفنا انها شغاله بدون ترخيص. دي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان هم عندهم مخططات لتقسيم مصر، وان احنا مسكنا خريطه مكتوب فيها معمول فيها الدلتا والقاهره الكبرى والصعيد والقنال. تمام، وانا في وقتها قلت طب يا جماعه احنا لو دخلنا مكتب محافظ القاهره هنلاقيه مقسم القاهره الكبرى، المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، لازم نحاكم الراجل ده كمان بقى ده مقسم القاهره الكبرى. دي طبعا تقسيمات اداريه، ما هياش يعني تقسيمات سياسيه زي ما كان بيروج. وعلى غير العاده خرج قضاة التحقيق في هذه القضيه وقعدوا يقولوا احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، ده يخالف الى حد كبير الكثير من الاعراف القضائيه الحقيقه، لان يفترض في التحقيقات انها تكون سريه. يعني هي النيران تصيب العسكري، ما هي النيران من الاول كانت بتصيب مش بس العسكري، بتصيب كل المعنيين بهذا الملف. لا، هو هنا بس العنوان علشان جزئيه خاصه بالخبر، الا وهي ان وزير الطيران المدني قال ان المجلس العسكري هو من سمح بنزول الطائره العسكريه الامريكيه لاصطحاب المتهمين الامريكان بعد ما تم السماح ليهم بالسفر. طيب تفتكر الموضوع خلص على ايه؟ وقال ان الطيران المدني ملوش علاقه بقى بقصه الطائرات العسكريه، وبالتالي هو فعلا اللي ادى الامر كان هو المجلس العسكري. احنا امام تطور جديد في المساله، الا وهو ان مجلس القضاء الاعلى هيحقق في مساله ان المستشار عبد المعز ابراهيم هو اللي يعني عمل القصه دي، وهو اللي كلم المستشار محمود شكري وقال له يسمح بسفر الاجانب، او ان هو حول القضيه الى دائره معينه، وهذه الدائره هي اللي طلعت القرار بتاع الغاء حظر السفر. هو ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بنتكلم فيها. الامر يتعلق بحاجتين مهمين جدا، الامر بيتعلق بسياده الدوله او باستقلال دوله وباستقلال القضاء. احنا كنا بنتكلم على ان القضاء هو يعني اهم شيء موجود في الوقت الحالي، واهميه ان احنا نحافظ عليه، لان هو دل عليه جزء كبير جدا من المسؤوليه في الفتره اللي جايه، واحنا شايفين حتى المحاكمات اللي شغاله. فاذا كان هذا القضاء مستقلا، اعتقد ان احنا هنقدر نخرج من الوضع اللي احنا موجودين فيه، وفعلا هنقدر نبني مصر جديده جدا. اما اذا كان اي مقصر او مخطئ في هذا البلد ينام وهو مطمئن تماما انه يعني انتشبل، او ان هو ما حدش هيقرب منه، فاعتقد ان احنا يعني بنرتد الى الخلف حتى ولا نتقدم اي خطوه الى الامام. استقلال القضاء واجب، والحفاظ على سياده الدوله امر واجب، ولكن دون مواجهات عنتريه لا طائل منها اطلاقا. ويمكن ده حتى مرتبط بتصريحات جديده برضو قالها امبارح دكتور كمال الجنزور رئيس مجلس الوزراء ان مصر لن تركع. هو بيكرر هذه الكلمه، مصر لن تركع، احنا عارفين ده كويس جدا يا دكتور كمال، ولكن احنا عايزين يعني عايزين اكشن، عايزين امارات، حاجات افضل من ده بكتير جدا، لان الواقع بيشير ان احنا بنقول كلام وبنتراجع عنه، فده اعتقد يعني بيضر جدا بصوره مصر واضر بالقضاء المصري. وكل ما احنا شايفين الحكومه بتقول احنا مالناش دعوه، ده القضاء هو اللي مسؤول بالظبط، لم يلعطف، والقضاء بيقول برضه مالناش دعوه، والقضاء بينه وبين بعض يقول ده فلان اللي قال، لا ده فلان اللي قال، وكان الموضوع يعني مش عارف الحقيقه اقول ايه، لكن في كل الاحوال كان الموضوع كده زي عارف الكره اللي كل واحد بيرميها للتاني. في كل الاحوال هذا الملف ادير بشكل سيء جدا 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 جدا، ويضاف الى ملفات كثيره اديرت بشكل سيء جدا خلال الفتره الماضيه. واعتقد بقى ان يعني
أرجوكم يا جماعة، لازم نستخلص الدروس ولازم نستفيد من اللي حصل علشان ما نقعش تاني في مثل هذه السقطات اللي ممكن تضر فعلا بالبلد أكتر من أي شيء آخر. مواجهة جديدة بين الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية. طبعا ده بيرجع للكلام على أساس إن احنا دلوقتي مسألة بنعيد الدستور كتابة طبعا، الدستور. وإحنا بنتكلم على لجنة وضع الدستور والخلاف والنقاش الحاد اللي بيدور حواليها، طب هتبقى من قد إيه من البرلمان وقد إيه من بره البرلمان، طب التمثيل النقابي، طب تمثيل الشخصيات العامة، طب التمثيل البرلماني والشخصيات العامة والنقابية بنسبة كبيرة جدا محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي الجماعة هي اللي هتستحوذ على وضع الدستور كما ترى. شايفين كمان تصريحات من حزب النور السلفي والأحزاب السلفية بصفة عامة إن إحنا لازم يكون لنا كلمة عليا في هذا الدستور. لا حديث عن الشباب، لا حديث عن المرأة، لا حديث عن تمثيل كافة أطراف وأطياف هذا المجتمع المصري، بل إن حتى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفعت دعوى قضائية تختصم المجلس العسكري لأنه دعا لانعقاد مجلسي الشعب والشورى لاختيار اللجنة التأسيسية، من وقالت أعضاء إن ده المجلس. مش من اختصاصات الاثنين، وإن المفروض المواطنين والشعب المصري كله وكافة أطيافه وقواه السياسية يشاركوا. والمهنية والمجتمع المدني ونقابات تكون شريكة في وضع الدستور في اللجنة الخاصة بهذا الأمر. شايفين خلافات موجودة، أول هذه الخلافات كان يتعلق بالمادة الثانية اللي بتتعلق بالشريعة الإسلامية، الحزب الحرية والعدالة عايز يبقى عليها كما هي، اللي هي فكرة الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن الحزب النور السلفي عايز يقول لا، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. حزب الحرية والعدالة كمان بيبدي بعض المرونة وبيدي رسالة أعتقد أنها طمأنة إلى الأقباط في مصر، وبيقول إن إحنا كمان عايزين نقول احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم. في كل الأحوال إحنا أمام أكتر من مبادرة موجودة، شفنا مثلا الدكتور عمرو حمزاوي بيقدم مقترح بتشكيل اللجنه التاسيسيه وشكلها يبقى عامل ازاي، النائب علاء عبد المنعم نفس الحكايه، وان هو بيتكلم مثلا ان احنا عايزين اعضاء اللجنه اللي هتحط الدستور تبقى بالانتخاب مش بالاختيار على حسب التمثيل. النقطه الثانيه، كليه مثلا الحقوق جامعه القاهره عامله دستور خاص بيها او عملت دستور في بعض المهن والطوائف، عم بتحاول انها تعمل دستور، المراه بتحاول تعمل دستور، لكن اعتقد ان هذا يجب ان ينظم في شكل نقاش مجتمعي عام وحوار اجتماعي حقيقي نبعد فيه عن المصالح الضيقة والمصالح الخاصة والمصالح السياسية، ونلجأ إلى يعني ناخد اوفر فيو او نبص بشكل اوسع شوية على مصر وعلى مصلحة مصر. احنا بنبني دولة جديدة، لازم يكون هذا البناء جيد جدا، ويجب ان يكون هذا البناء يعني مختلف عما شاهدناه من قبل. لحد النهاردة ما فيش حد بيتكلم على نظام الحكم، هل هيكون نظام رئاسي ام برلماني ام نظام مختلط، لا أحد يتكلم مثلا عن الوضع الاقتصادي أو النظام الاقتصادي في الدولة، أو ما هي التعاون مع الآلية الاقتصادية، نسبة الفقر والجهل والأمية النسبة زي نسبة وخطة العمال المستقبل والفلاحين، لمصر أصلا. يعني أمور مصر كثيرة، هتكون دولة أجندتها إيه، اقتصادية ولا زراعية ولا صناعية ولا أمور كثيرة جدا. كل ما أخشى إن إحنا الفترة اللي جاية نخش في مزيد من الجدل حول أمور فرعية جدا ونترك الأساسيات، ده بيحصل حاليا يا أستاذ وده اللي إحنا محمد. محتاجينه الحقيقة. حتى إعلاميا يعني المفروض إحنا كشباب يكون إعلاميا إحنا ما يبقاش ورانا حاجة زي كده. أيام الاستفتاء ما يبقاش ورانا أي حاجة خالص دلوقتي غير الدستور، وده مش حاصل. إحنا ورانا البلكيمي ورانا، مع احترامنا شديد لأهمية ملف التمويل، في بس أمور إحنا مالناش كثيرة، دور فيه خالص. في أمور كثيرة، ولكن إحنا بنتكلم أكتر من مرة وبنقول يا جماعة في حاجات، في أولويات في هذا البلد. إحنا قلنا من البداية إنه كان يفترض أن يكون هدفنا الرئيسي هو وضع هذا الدستور اللي هينظم عمل كل هذه المؤسسات. ما كانش ينفع إن أنا أبني مؤسسات عشان تعملي دستور، لأن الدستور يصنع المؤسسات وليس العكس. في نفس الوقت إحنا عندنا مثلا مجلس الشعب مهدد بالحل في أي وقت، لأن في قضايا منظورة أمام المحكمة بالظبط، الدستورية عدم بتتعلق مصدريته اصلا. بالضبط، فدي مشكلة. المشكلة التانية، طب احنا اصلا مش عارفين مجلس الشورى ده احنا عايزينه ولا مش عايزينه، عايزينه يفضل قائم ولا عايزين نلغيه، ادي كمان مؤسسة يعني في كلام عليها. فبالتالي في امور كثيرة جدا كان يجب ان يتم حسمها، ولكن امامنا الفرصة ان احنا نعمل الكلام ده. احنا في تخوفات كثيرة جدا من الاحزاب المختلفة سواء من الوفد او من احزاب اخرى لفكرة استحواذ الاخوان المسلمين على لجنة وضع الدستور، حزب التجمع، انا اسف، حزب التجمع، حزب الناصري واحزاب اخرى لديها تخوف من استحواذ جماعة الاخوان المسلمين، حتى الحركات الشبابية وبعض القوى السياسية الأخرى. يجب أن يكون يعني مسألة وضع الدستور ليست حكرا على أي فصيل سياسي أيا كان، أكثرية أغلبية أقلية، لكن يجب أن يكون هناك
انا بكره كلمه التوافق، ولكن يجب ان يكون هناك نقاشات جاده جدا، لدينا اولويات واضحه، لدينا اهداف واضحه، ونتحدث في امور رئيسيه ونترك الفرعيات الى ما بعد ذلك. مظبوط. انتخابات الرئاسه ده موضوع ايضا مهم جدا. الاخوان تفاضل بين منصور حسن والعوده للرئاسه، والمشكله او الجديد ان دي اسامي برضو من الاسامي الجديده، يعني احنا كل شويه بنسمع عن اسامي مرشح الحريه والعداله. من هو مرشح الحريه والعداله في الاخر يعني؟ يعني مرشح او الحرية هيتساندوا والعدالة، الحريه هم والعداله؟ قالوا قبل كده ان هو وطني مخلص ولديه حنكة إدارية، ويعني ده آخر حاجة كانت ده مين ده؟ اتقالت، وكانت تصريحات على لسان الدكتور محمد عماد الدين. ولكن احنا شايفين الفترة الأخيرة الحقيقة بقى في حوالي يعني 50 أو 60 مرشح للرئاسة، ولكن في أسماء طبعا أسماء معروفة وهي أكثرها وجودا في الساحة. ولكن الحقيقه اللي منشور في الشروق النهارده فكره ان جماعه الاخوان بتفاضل ما بين منصور حسن ودكتور محمد سليم العوا للرئاسه. سبق قبل كده ان احنا اتكلمنا على فكره ان الاخوان بتتكلم مع منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري علشان يبقى هو الرئيس اللي هتدعمه الجماعه، وهو طلع بعد كده ونفى وقال ان هو لا يفكر في هذا الامر اطلاقا. وفكره حتى هو يعني وفقا لما هو منشور في الشروق ان هذا الشخص او المصدر المقرب من منصور حسن قال انه مش بيفكر في الكلام ده في الوقت الحالي، ولكن هو كمان بيكره كلمه الرئيس التوافقي لانه بيبان وكانه مدفوع او مدعوم من المجلس العسكري. جماعه الاخوان المسلمين والتيارات السلفيه او الاسلاميه كانت قالت ان احنا هندعم مرشح له خلفيه اسلاميه. ولكن جماعه الاخوان ايهما ستختار؟ فعلا مرشح له خلفية إسلامية أم شخص لديه رؤية يعني مدنية؟ علشان ما نخشش في هذا الجدل ما بين المدنية والإسلامية مرة أخرى، هيطلع دكتور منصور حسن ينفي هذا الكلام؟ ده شيء وارد جدا، هو رجل محترم ورجل له ثقل كبير جدا وله يعني داعمين من مختلف التيارات السياسية الموجودة والقائمة، ولكن هل سوف تدعم هذه التيارات إلى سباق الرئاسة؟ هل سيقبل بهذا الأمر؟ أعتقد أن ده شيء محتاج توضيح. إذا خرج علينا دكتور منصور حسن وقال مرة أخرى أنه لن لم ولن يكن ينتوي الترشح في ترشح الانتخابات الرئاسة، فأعتقد أن احنا هنكون أمام بالون جديد من بالونات الاختبار اللي اختبار بتطلقها لينا جماعة الإخوان المسلمين من كما وقت هي عادتها لآخر. إعلاميا على الأقل الفترة الأخيرة، مش بس الفترة الأخيرة، من بدايتها أصلا من من فترة بعد كبيرة جدا. الثورة. هنروح على طول على قانون احنا كنا سمعنا عنه قبل كده، وهو قانون تجريم وتعطيل مرافق الدولة وتنظيم حق التظاهر. هو إيه الجديد؟ الجديد ان هيكون في بعض التعديلات على هذا القانون، يعني ممكن حتى نقولها بشكل سريع جدا للسادة المشاهدين، ان القانون الجديد ده هيتضمن ضوابط لإقامة التظاهرات السلمية وكيفية التعامل معها وحمايتها. بيتضمن كمان ما ينص على حق التظاهر مكفول ان هو سلمي، ده طبعا شيء يعني مفروغ منه تماما، ولكن بيتكلم على تحديد اماكن التظاهرات بشكل لا يعوق العمل او يؤدي الى قطع الطرق او تعطيل بعض المرافق العامة مثل الموانئ والسكك الحديد وغيرها. وقال برضو ان هو لن تتضمن هو زياده في التظاهر غير العقوبات. الاعتصام، هو دلوقتي بيتكلم على اعتصام وتعطيل هما المرافق ولا بيتكلموا على قطع التظاهر؟ الطرق وقطع السكك الحديديه، هو ده الشيء اللي بيتكلموا فيه. انا شايف طبعا الفتره الاخيره موضوع قطع الطرق زاد جدا. والسكك الحديد ده زاد جدا، والاسباب مختلفه، اما للتثبيت اما للتعيين اما للمطالبه بحقوق معينه، اما في الاسباب بعض قبليه الاحيان وطائفيه بسبب خطف اطفال، بسبب بالظبط. ان سياره مثلا يعني صدمت مواطن، او ان في نقص في البوتاجاز، يعني كل الكلام ده هي كلها الحقيقة حقوق مشروعة جدا. طبعا ولكن خلونا برضو نتكلم في شيء تاني مهم جدا، ان احنا مش عندنا ثقافة الاعتصام او ثقافة الاضراب او ثقافة التظاهر. اعتقد ان ده شيء لازم يعني يكون في شغل عليه بشكل كبير جدا من الناحية الاعلامية. من ناحية تانية انا ليه يعني انا طبعا فكرة تنظيم اي شيء بالقانون هو امر جيد، ولكن انا دايما بفضل استباق الامور وان انا احل المشاكل من الجذور قبل ما تحصل حتى. يعني أنا أمام مثلا مطالبات لا تنتهي بفكرة التثبيت وفكرة الأجور والحوافز وهذا الكلام، لازم يكون في لقاءات مفتوحة جدا مع العمال أو مسؤولين الأعمال بشكل مباشر، ولازم نرسي حوار اجتماعي، وده أعتقد بتقوم بيه الحقيقة وبتدعو إليه منظمة العمل الدولية، وده شيء محترم جدا. أنا حتى كنت شريك في إحدى ورشات العمل في هذا الأمر، إن يكون في تواصل حقيقي ما بين ممثلين الدولة وممثلين العمال وممثلين أصحاب العمل طبعا ومجتمع مدني ووسائل إعلام، إن احنا نجد هذا التواصل ونتناقش بشكل مباشر جدا عن أولويات هذه المرحلة. هل احنا في ايدينا ان احنا نعمل هذا التثبيت؟ وده هيكلف الدوله قد ايه؟ طب احنا نقدر نعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي ممكن نؤجله لمده 3 شهور 6 شهور سنه ايا كان؟
مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال. أعتقد أن ده شيء مهم جدا، ربما يساهم في تخفيف مسألة قطع الطرق. وغيره حل وغيره. أزمة زي أزمة البوتاجاز لازم بقى نلاقي لها حل، يعني علشان المواطنين برضو، يعني أصل يعني في حاجات بتقول ان احنا متكررة. لازم ننفي السبب عشان خاطر ما ننفعش اصلا بالظبط لمرحله التظاهر، يعني بالظبط، بدل ما نشوف اللي عم يتظاهروا ازاي أكيد وليه وننظم لهم التظاهر، أكيد نحل المشاكل نحل الاول. المشاكل الأول. صحيح. طيب نروح واخيرا وسريعا جدا جدا لخبر جديد جدا جدا، يعني والحقيقه مفاجاه الحقيقه، تفجير خط الغاز بسيناء للمره ال13. يعني في تعليق ولا الراجل اجيب عدم التعليق ولا الراجل عادي؟ الملثم ده، يعني وفقا لما ينشر في فيسبوك وتويتر، هو اكتر واحد شايف شغله الحقيقة في البلد، لا هو منظم، يعني هو عنده ايه؟ وبنفس الطريقة وبنفس الأداء، وبيتكرر مرة أخرى. يعني ماذا بعد؟ احنا قبل كده اتكلمنا على الجانب الأمني في الموضوع، ما احنا اتكلمنا 13 مرة، ما احنا اتكلمنا بداية 13 البرنامج مرة. ده بنتكلم في نفس الخبر. المرحوم الكاتب الجميل الساخر الله يرحمه جلال عامر كان بيقول يعني ان التلفزيون المصري هو تفجير واحد حصل، ولكن هو بيعيد اذاعته من وقت للتاني علشان الناس يعني ما تفقدش الملل. الله يرحمه. ولكن يعني ما تعليق؟ احنا قدام حادث بيتكرر، احنا صحيح. قدام ازمات كثيره جدا بتتكرر، احنا امام اداره لا تعرف اي شيء عن اداره الازمات، نحن امام حكومة لا تعرف شيء عن إدارة الأزمات، نحن أمام مسؤولين لا يستفيدون أبدا من الأخطاء، ولا يستفيدون أبدا ويستخلصون دروس مستفادة نستطيع إن احنا نحط عليها خطط لمواجهة مثل هذه الأمور. ده أصبح شيء متكرر. أعتقد إن يعني مش يعني هو ما فيش، يس ما هو ما فيش هقول تعليق، إيه هو لا هقول تعليق، إيه يعني يعني أعتقد إن احنا محتاجين لا بقى تعليق. نعرف إيه الأسباب، فين الأجهزة الأمنية بتاعتنا، مين اللي ورا هذا الكلام، هذا التكرار بالمسطره، يعني ده مفيش تغيير في اي حاجه خالص. اعتقد لازم نعرف اكتر ايه اللي بيحصل وماذا يحدث في سيناء تحديدا، الوضع الامني هناك كيف هو، هل هو يحتاج الى مزيد من التامين، هل هو يحتاج تفتكر الى يعني ما هو يعني يعني اعتقد واضح ان هو يحتاج الى مزيد من طبعا. التامين الحقيقه، ولكن مش على بس فكره خط الغاز، اعتقد ان حتى تامين الحدود وامور اخرى كثيره جدا تطرح وتناقش في وسائل الاعلام بشكل مختلف. أخيرا وبرضه سريعا جدا، الحمى الكلاعية تقتل حيوانات الدلتا والصعيد، إيه اللي هيحصل بقى في هذا الموضوع؟ في اكتر من حالات، يعني النفوق ماشيه في الغربيه وفي كفر الشيخ وفي هل في محافظات تطعيمات معينة اخرى. مثلا تبع وزارة الصحة؟ الوزاره هو ده الحقيقه بيكون تبع وزاره الزراعه، هيئه الخدمات البيطريه، وحتى اصحاب الماشيه دي خدوها الماشيه النفقه وطلعوا بيها، عملوا بيها مظاهرات امام حتى المحافظات المشايخ خدوها من المظاهرات. المختلفه. ولكن يجب حصر هذا المرض بسرعة، إلا قد يتحول إلى ما يشبه الوباء، ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا هل تهدد ممكن الثروة ينتقل من الحيوان الحيوانية. للإنسان؟ يعني أنا ما عنديش معلومات طبية في هذا الأمر، ولكن على الأقل إن هو ما يبقاش وباء ينتشر بين الماشية، بالظبط، لأن دي ثروة الثروة حيوانية الحيوانية مش عايزين يعني ضرر يحصل فيها أكتر من كده. مش مصر. أعتقد إن احنا لازم ندفع بمزيد من التطعيمات والفحوصات على المزارع، حتى البؤر اللي تم فيها اكتشاف المرض، علشان الموضوع ما يزيدش. يعني ممكن ربما يكون يحصل تحور ما مثلا للفيروس أو كده، وده شيء طبعا أعتقد إن لازم يكون في اعتبار الناس. ما ينفعش إن احنا نقول لهم اعملوا إيه، يعني أعتقد إن هم عارفين ده كويس. استاذ محمد طلعت الهواري صحفي مصر اليوم، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا. وبفكر حضراتكم ان من فقرات النهارده هيكون في حديث، وهنكمل كلامنا عن اللجنه التاسيسيه للدستور، وهيكون فيها معانا الاستاذ عصام الاسلام مولي الفقيه الدستوري. لكن دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع على طول عن فقره عن المراه ودورها في الحياه الثقافيه في الفتره اللي جايه، ايه اللي هيحصل؟ خليكم معانا.